مسلم مش واحد من التالنتس اللي بتقدر تسوي طوله، لانه بكل بساطة كان a guest for today. صار وقت انه ننتقل للموهبة الخامسة اللي معانا لليوم. And it's a little bit different. We're going to move on to stand-up comedy. بدي ارحب على الستيج for now محمد الخطابة. مسموع؟ تمام. حاب احكي اليوم عن الاعلانات والمسابقات التلفزيونية. الاعلانات على التلفزيون عاملة زي مطبات الشوارع هنا هون بالاردن، يعني بتكون ماشي بسيارتك، امان الله، كالعادة بالمطبات، فجأة بطلع لك شارع مستقيم، اللي هيك عادة يعني. ففعليا طول ما انت فاتح على التلفزيون انت قاعد تتفرج على الاعلانات مش اكثر. بعدين شو وجه الشبه بين الاعلانات التلفزيون بعد الساعة 9 وعدات التاكسي، الاثنين بصيروا دبل. فبعد الساعة 9 بتلاقي الشعب متحير شو بيسوي، بتفرج على التلفزيون بتلاقيه قاعد بفكفك بلمبات الدار وبرجع يركب يده من زهق. فالوضع مش لطيف بالمرة على التلفزيون. هسا انا مش مشكلتي مع اللي بصير قاعد من الممثلين الاعلانات، ولا مشكلتي مع القناة اللي بتاخذ هاي الاعلانات. مشكلتي الأساسية بتصير مع الصفيق اللي كتب كلمات الإعلان نفسه. يعني أنا أقسم بالله طول ما قاعد بتفرج على التلفزيون بس بدور على ضابط بين كلمات الإعلان والدعاية اللي قاعدة بتصير. فكلنا شفنا دعايات كندر تحت الشوكولاتة، ايش تحكي لك؟ أولادي يحبون شوكولاتة كندر وهذا يشعرني بالطمأنينة، لا واحد لله، شو دخل أم الطمأنينة بالشوكولاتة؟ أي والله لأنها طالعة من صلاة التهجد ما هو هيك. فأنت فاهم كيف الفكرة؟ قاعد بتشوف بأشياء ما لهاش دخل باللي قاعد بتسمعها. فايش عقلك بصير يعطيك هيك ايرور 404 هيك يعني شو بصير معك قاعد هذا شو قاعد بشوف؟ من شغلات كمان بنشوفها كلها بتكون كله عادي قدام دعايه مصريه واحده انت بتشوفها، اعرف انك بتجيب لحالك ضغط، فتاق، مراره، سكري، اذا تابعت مسلسل على قناه مصريه. هسا رح يصير فيك شغلتين، يا اما رح تقلب على القناه من طول الدعايه وتنسى شو كنت تحضر اصلا، يا اما رح تحضر الدعايه المصريه. الدعايه المصريه هو فورم واحد، جيب اي منتج حط عليه هذا الفورم بظبط دعايه مصريه، مثلا اعطيني قلمك اقول لك بس نسوي دعايه على هذا القلم، تمام؟ فايش ببلش لك باسئله غبيه مستفزه ما لهاش اجابه، ايش بحكي لك؟ انا مكفي ليك، مش عارف تبطل تفكير؟ عايز تنام بدون قلق وكيف؟ ام اطمن على قلمك؟ انا ما هاي الألم السحر العجيب، ألم مش زي أي ألم، بعدين ببلش يعطيك معلومات غريبة، يعني الألم السحر العجيب، ألم مش زي أي ألم، ده في حاجات مميزة جدا، الميزة الأولى ده بيكتب باللغتين العربية والإنجليزية، مش بس كده، الألم السحر العجيب بتبعت في أي مكان وأي حتة، لأنه بيمتاز بسهولة وضعه في الجيم، مش بس كده، الألم السحر العجيب معاه غطايا من نفس لون الألم اللي بيكتب فيه الألم السحر العجيب. تمام، ويا حبيبي لما يحكي لك الارقام اللي بتتصل فيها عشان تاخذ المنتج تبعهم، بيحكي لك اتصل الان من اي رقم على 0900 3 13، يعني الله لا يوفقك، كيف طلع من قلبك تحكي ارقام عربي وانجليزي بنفس الجمله؟ يعني ما تقلعطش من جوا انت مش عارف، فمركب انت وشف لسانه هو على نفس الجمله مش اكيد. اوكي طبعا صرت الناس اللي بدي احكي، فيا ريت اللي بوكل يحط الاكل لانه المقطع مش محبب. هسا انا بطلب تكون فكره دعايه كوميديه اجتماعيه رومانسيه، تمام؟ اما تكون فكره الدعايه كلها قائمه على الغلط، لا لا ما بزبطش. ايش جايبين دعايتي بالسكنيكس تاعت البلغم؟ بلغم قاعد بسولف جوا البلعوم، تمام؟ للي ما بعرف شو يعني بلغم، بلغم يعني قرف، قرف رسمي، تمام؟ فانتوا يعني ما بعرفش كيف خطرت على باله هاي الفكره، يعني بحس انه بده يستخرج نطح يشيل الافكار الكتكه هاي براسه، تمام؟ فانت ادعو يا رب يا رب ما يخطر على باله يسوي دعايه ورقه تواليت، لاني صراحه الوقت مش حاضر شو راح يطلع معه. اللي بيطلع من باله منه بلغم راح يطلع منه شو اسمه، فهمت علي؟ تمام. من دعايات الغريبه كمان دعايات معجون الحلاقه. هسا انا واحد يجي يحكي لي تعال نسوي دعايه معجون حلاقه، منيح نسوي دعايه معجون حلاقه، انا اكثر شيء ممكن اتصوره شب حلاوه، تمام؟ ومغسل ارخام وشفره ومعجون اللي بدي يسوي له دعايه.
البنت اللي بتكون واقفة وبتطلع على الشاب البحر اللي فيه هاي ايش افهم منها انا؟ ايش الحكمة من وجوه هاي البنت منطقة التصوير؟ ثاني يعني بتحسش فيه تعب، يعني لا بتقرب عليها ولا بيقرب عليها، بتقضيها بحرقة، فايش هذا الشو؟ يعني فيش عرض بينزل يا زلمة، ليش المصاري؟ ليش تعطوها مصاري هذا؟ فتصور يعني بنت هيك جتني وحكت لي انا بدي اشتغل زيها، شايفها بتعرف ليش بتاخذ مصاري، ايش احكي لها هاي تخصصها؟ انف وذن وبحرقة؟ ما بتزبطش يعني. تمام. من الدعايات كمان اللي بتحس فيش مصداقية فيها، كلنا شفنا دعاية كريستيانو رونالدو تبعت شامبو كلير ضد القشرة، يعني عدم المؤاخذة كريستيانو أنظف من أختي، من وين بدها تجي القشرة؟ يعني أنا عشان أصدق جيب لي واحد أجرب، يعني النبضة كله شبط وجراميط معقد بالحرارة، تمام؟ فخليك منطقي بالله عليك. اوكي بتكون بتحضر فيلم رومانسي نص الليل على الساعة 12:30 ونازل اغنية ماي بيبي يو دوريتوس بطعم الجبنة رائعة نص الهاية، فالله تلوث تلوث دمس داخل ذهنك، فمش لطيف الوضع. كمان من الشغلات كمان بتشوفها على التلفزيون، لا في هسا في ناس بتحكي لك طلع شاف كل الاعلانات هاي وما عجبوش ما عجبوش ولا اعلان، لا حبيبي يعني في اعلانات انت بتشوفها فعليا بتسكر ثمها خلص بتقدرش تحكي معها، يعني احنا شفنا دعايه لنانسا عجرم بتاعت الحفاظات بامبي بامبي بتعرفوها؟ يعني قسما بالله انا بعدين ثلاث حق على من الشغلات. طب بس نوجه رساله للشركات الاعلانات انه شايفين كل هذا الوقت والمصاري والاسابيع التصوير عشان تطلع لي دعايه مدتها دقيقه على التلفزيون، انا هذا الوقت بقضيه بالحمام، فتسويش دعايات يعني تعبك راحت انك تصوم مي. من الشغلات كمان اللي بنشوفها على التلفزيون المسابقات، واول ما تجي سيره المسابقات مستحيل ما تحكي عن مسابقه رمضان معنا احد، تمام؟ السيناريو اللي بتم فيه المسابقه هاي بتتم بشكل متكرر ومستفز. كيف بيجي الاتصال؟ معنا اتصال المذيعة، معنا اتصال ومعنا متصل زياد بنحكي الو؟ الو؟ اهلا يا زياد بتربح معنا 50 دينار بس لانك سمعتنا صوتك. ليه 50 دينار؟ شكرا شكرا. فبتحكي له سيارك بيحكي يا زياد ما هي عاصمة الأردن؟ عاصمة الأردن فيش غيرات؟ في خيراتك يا زياد لندن عمان تمر هندي لندن لا لا هاي بعد من العقبة فكيت منها تمر هندي لا ما بنشرب بتضحك علي عمان لا عمان خلاص عمان متأكد يا زياد والله انا وكل اهلي بنقول عمان خلاص عمان عمان فمبروك يا زياد بتربح معنا ثلاجة بنزل على ايش عطاء جوائز ثلاجة غسالة ومكيف غاز وفرن شركة سمكس شاشة ال سي دي من قدم شركة ايش مين بيعطي ال سي دي سامسونج مش فيش سبونسر هون مين هم تمام وبعدين فبحكي له شكرا شكرا والله انا نسيت 90 قاعد برد عليك وتو لقيت معي الخط فبتحكي له اهلا يا زياد بتربح معي 50 دينار بس لانك سمعتنا صوتك بس لانك سكرت الخط بوجهي تمام من المسابقات الموجوده كمان عندنا مسابقه المسابقات المصريه هي مش مسابقات مصريه هي قنوات مسابقات مصريه يعني قناه بتضلها شغاله مسابقات 24 ساعه من ابرز صفات المذيعه بتكون انه صوتها شبه صوت صفار الغاز فايش بتحكي يلا محمد يلا يا عيسى يلا 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 طبعا شو السؤال بكون صوره عادل امام غطين على المنخار هذا كبير تمام اللي بيقهرك مين نوعيه المتصلين اللي بتصلوا فايش بيحكوا لها انتوا صعبين الاسئله اول مره دي تمام في ناس ثانية متطورة واضحة ايش بحكي انت عاملة ايه بعد برنامج النهاردة جميل وبعدين بحكي عن هذا ولسه ما حكينا عن شريط عبد الله من كربلاء اللي بدور عن صداقة جابة تحت التلفزيون تمام فبتصفي معك اذا بدكش تنجبط يا بتطفي قلبك يا بتطفي التلفزيون تمام لانك بعد ما تشوف كمية التسهيلات هاي كلها وتسكر التلفزيون طبيعي فاكيد انت بتستحق جائزة نوبل السلام يعطيك العافية